طيب in this part حنحكي عن ال LQ control in discrete time. طب LQ control هي stands for linear quadratic control, يعني L for linear, Q for quadratic control. شو قصدنا باللinear quadratic control؟ أول شغلة عم نحكي عن linear يعني قصدنا linear system, عم نحكي عن quadratic يعني قصدنا quadratic cost function, فعشان هيك بسموه linear quadratic control. فإذا عم نشتغل بlinear system مع quadratic cost function. طيب linear quadratic, فإذا أول step فإذا هي إنه system عم نحكي بdiscrete time, يعني x of k plus 1 is equal f of k x of fk x of k plus gk uk. فإذا مش شرط إنه يكون عندنا system linear time and variant, هو linear يعني ممكن يكونوا time variant الماتريسز, فعشان هيك depends على k in general عم نكتبه. اوكي, فإذا system هو linear هي أول شغلة. الكوست فانكشن هي كوادراتيك, بمعنى الكوست فانكشن عندها هيدا الفورم sum من k equal k0 لn minus 1 ل xk transpose qk xk plus uk transpose rk uk plus xn, هون الترمينال كوست هو xn s xn. طيب اول شغله الكوادراتيك يعني اذا عم نحكي بالسكيلر كيس يعني بالارقام, مثلا افترض اذا عم نحكي على الكاينتيك انرجي اذا بتتذكروا او الانرجي السينيتيك بالجامعات الفرنسي هو هاف ام في سكوير, هيدي معناتها كوادراتيك فانكشن. لما نحكي مثلا على البوتنشال انرجي للسبرينج مثلا, بنكون عم نشد سبرينج مثلا, كان بتطلع معنا هي هاف كي اكس سكوير او دلتا اكس سكوير بتكون اكس ماينس اكس 0 بس اتسيت. هول بيسمون quadratic function. فإذا بتلاحظوا شوي إنه usually ال energy هي quadratic بتكون, يعني بس إذا بنعطيها significance شوي إنه لحتى نفهم ليش quadratic. ال energy معظم الأحيان هي quadratic. okay. فهيدي أول شغلة. على هيدي الكوادراتيك مثل ما بعرف اذا ما مرقت معنا قبل, اذا بدنا نحولها للماتريكس فورم ما فينا نقول اذا الفي هو فيكتور او الاكس هو فيكتور, ما فينا نقول كي اكس سكوير لانه ما في شيء اذا الاكس هو فيكتور. هون عم نحكي نحن اكس هي اليمنت من ار, بنحكي ب 1 دايمنشن. هلا اذا الاكس اليمنت من ار ان مثلا عند فيكتور, هو ما في شيء اسمه اكس سكوير, هيدا does not exist, هيدي غلط نكتبها does not exist x square. فإذا هيدي غلط فينا نكتب x transpose x, هيدي x transpose x هي بتطلع إذا بدنا نقسمها هي بتطلع x1 square plus x2 square plus etc plus xn square, بيطلع جمعهم هو scalar. okay. بس جمع هول 1 هول كل الالمنتس بهيدا سكوير, فيكم تجربوها تطلع بهالشكل. طيب فيها نضربها بقلب ماتريكس. اوكي فيها نضربها بقلب بماتريكس, فبتصير بقلبها هون في عنا اكس ترانسبوز مثلا كيو اكس, هيدي او خلينا نقولها هيك اذا ضربناها بكيو ماتريكس بتصير هيك اكس ترانسبوز كيو اكس, بيطلع لها جواب هاي. فهم بس بنكون عم نعمل مثل سكيلر, يعني مثل كأنه عم نقول half mv square أو half kx square, هيدي ال k هي بصارت هوني matrix بقلب. فإذا هيدي بتصير matrix, جواب هاي بضل هو سكيلر, بضل هو جمع أرقام, مجموعة أرقام عم نجمعهم مع بعضهم plus 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 etc. أوكي. إذا هيدي كانت إذا ال q مثلا كانت diagonal كانت q1 q2 etc qn, أوكي وكلها باقي صفار كان diagonal matrix, هيدي بتصير عبارة عن q1 x1 square plus q2 x2 square plus etc plus qn xn square. فبس هيدي لحتى فهمكم الconcept. فإذا هيدي هي عبارة عن quadratic function, quadratic cost function, لأنه لما يكون في square بسموها quadratic. أوكي, فبالفرنسي command linear quadratic كمان بسموها نفس الconcept, بس quadratic بتصير q-u-e بالأخير إذا بدك. طيب فإذا هيدي هي فكرة موضوع الكوادراتيك. فإذا أول شغلة الكوست فانكشن عم ناخده كوادراتيك, وكوادراتيك معناتها هي هيك. الشغلة الثانية اللي بدنا نقولها إنه ليش كوادراتيك, لأنه يوجوالي عم نحكي عن المينيميزيشن للإنرجي. أوكي, فهي إلها علاقة بالإنرجي.
شوي. فعشان هيك الاوبتيمال كوست بده يكون بوزيتيف قلنا الاليمنتري كوست فهيدي هيدا بما انه كوادراتيك فهي اجباري بوزيتيف اذا كانت الكيو ماتريكس بسموها بوزيتيف سيمتريك سيمتريك بوزيتيف ماتريكس او فهلا بنحكي كمان شو قصدنا بالماتريكس تكون بوزيتيف سيمي ديفينيت او اتسترا. طيب فاذا هون بنكون اذا نقينا الكيو والار بشكل يكونوا بوزيتيف ديفينيت او سيمي ديفينيت اتسترا بكون عندنا هيدي ضامنين انه هي بوزيتيف هيدا الجواب. اوكي وهون هيدا الترم نفس الكونسبت هو كوادراتيك ترم بس له عليها بس باخر ستيت يعني هيدا هو التيرمينال كوست فنفس الكونسبت. طيب فهيدا هو الكوست اللي عم نحكي فاذا هيدا هو له عنده الفورم اللي كنا حكينه هناك اذا بتتذكروا هون هي بالبرنسيبل اوف اوبتيماليتي هيدا هو. فاذا هون كانت الكيو ان جنرال هي فانكشن اوف اكس ويو بتلاحظوا هون الاوبتيمال اللي اخذ الكوست اللي اخذناه هو فانكشن اوف اكس ويو وكمان هون التيرمينال هو فانكشن اوف ذا لاست ستيت وهون اكزاكتلي عم ينطبق البروبلم على هذا الموضوع. طيب فاذا هذا هو الكوست فانكشن اللي عم نعمله. هلا بعدين بالاخير حنحكي كيف بدنا ننقي الكيو والار ماتريكس لانه هو الكيو والار كل القصه بالاوبتمايزيشن لهذا البروبلم هو كيف بننقي الكيو والار ماتريكس لانه هو اللي احنا بننقيهم. اوكي طيب الان والكي زيرو بنعتبرهم فيكست والاكس اوف زيرو هو فاريبل شو ما كان بس نعتبره for any x0 بس هي fixed يعني في عنا any initial condition بس هي fixed. ال q وال s هن symmetric positive semi-definite matrices بينما ال r هي symmetric positive definite. اوكي هونيك semi-definite شو قصدنا بالsemi-definite وشو قصدنا بالdefinite. هلا semi-definite يعني مثلا هون بنعبر عنا بالgreater or equal to zero كmatrix هون بنعبر عنها بهيدي النوتيشن بينما ديفينيت بنعبر عنها بستريكتلي جريتر ذان زيرو. شو قصدنا انه ماتريكس هي بوزيتيف سيمي ديفينيت. هلا سيمتريك هي سيمتريك يعني معناتها الترانسبوز لها بيساوي الماتريكس هي ذاتها هيدي معناتها سيمتريك. بوزيتيف سيمي ديفينيت قصدنا فيها يعني فور اني فاليو بناخذها فور اني اكس بناخذها x transpose q x هي بدها تكون greater or equal to zero هيدي معناتها definition positive semi definite. positive definite يعني for any مثلا شو بدنا نقول y هالمره هناخذها او u لانه عم نحكي نحن ال r for any u ال u transpose r u يعني شو ما كانت zero plus infinity كذا هيدي بدها تكون positive هيدي معناتها بدأ يكون هذه معناتها الماتريكس السمي ديف بوزيتيف سمي ديفينيت اور بوزيتيف ديفينيت. طيب المقصد منهم شو بيعطينا انه اذا بدنا نحكي عمليا يعني ممكن الكيو والاس نشيلهم يعني ما يكون في تيرم هون لانه ممكن يكونوا زيرو هون ممكن يطيروا بس هيدي على طول اجباري بدها تكون موجوده ما فيها نعمل مينيمايزيشن بدون ما تكون بالحد الادنى اليو موجوده لانه احنا اوريدي بنحسب اليو يعني ما فينا نسفر الار لانه اذا سفرنا الار بالبروبلم كله اذا سفرناها عمليا هيدي بطلت موجوده. طب وين اليوم بطلت اليوم موجوده بكل المينيمايزيشن كوست. طب انا على اي اساس بدي احسب الكنترول اللي بدي اعمل مينيمايزيشن لكرايتيريا وبهيدي الكرايتيريا از اندبندنت فروم يو فاذا بطل له طعم كل بروبلم. اوكي فاذا اجبار اليو بدها تكون موجوده هول الاثنين ممكن ينلغوا بس هيدي اجباري تكون موجوده عشان هيك هي بوزيتيف ديفينيت ممكن تكون زيرو. طيب اوكي فهيدا اللي بدنا نحكيه لهون. فاذا هيدي هي بالديفينيشن اوف ذا بروبلم بالديسكريت تايم. طيب فاذا الكنترول جول هو از جنرالي تو كيب اكس كي كلوز تو زيرو. اوكي نحاول نقرب الاكس كي قد ما فينا على الزيرو especially at the final time tf using little control effort ما بدناش نعطي huge control effort. فاذا هول الترمز اللي احنا عم نحكيهم بقلب الكوست فانكشن اللي عنا اياهم هون. اوكي اول ترم اللي هو الxk qk xk transpose qk xk هو هيدا penalizes the transient behavior يعني هيدا transient behavior انا بدي روح على الزيرو. اوكي بلشت من هون من الx0 وبدي روح لاوصل هون على tf. اوكي طيب هلا انا ما ضروري مش ضروري اوصل هون ممكن اوصل لهون مثلا قريب للتي اف هيدي حتعطيني الترانزينت بيهافير اول تر.
تاني تيرم هيعطيني الاكس، هيدا التيرمينال كوست هيعطينا بينالايزيشن ذا فاينل ستيت. يعني كل ما كبرنا الاخر كوست هنكون عم نقرب اكتر لهون على الفاينل ستيت اللي احنا بدنا اياه. احنا بدنا اخر فاينل ستيت هون تكون زيرو. واليو هي ار، وهيدا اخر تيرم بينالايز ذا كنترول ايفورت. الكنترول ايفورت قديش انا بدي اعطي كنترول ايفورت، فهيدا بيعطينا بينالتي على الكنترول ايفورت. هلا هون الاوبتيمال كوست بدي اعمل اوبتمايزيشن بالنسبه للثلاثه حسب نحن شو بنحط كرايتيريا اكبر. يعني اذا كبرنا الماتريكس كيو اكثر بكثير من الار، الفاليوز بالماتريكس كيو اكثر بكثير من الار، معناتها انا بهمني ترانزينت بيهافير حتى لو اعطيت كوماندز كثير عاليين. اوكي، يعني انا مثلا بسياره السبب بدي امشي بدي اوصل لاعلى سرعه باسرع وقت ممكن حتى لو استهلكت كل البنزينات. اوكي مثلا هذا اكزامبل. لا اذا حطيت الكريتيريا على اليو معناتها انا بهمني ما اصرف كتير يو، ولو هيدا خفف لي شوي بسرعه الترانزينت بيهافير. والاس عم بيقول لي انا قد ايه بدي اقرب من الفاينل فاليو على الاخر ستيت، هيدي قد ايش انا بدي اقرب منها، هيدي بتحكي الاس هي بتحدد لي هاي. طيب فاذا هول الماتريكس كلهم سوا بدنا هول بيحددوا هول الافورتس اللي احنا بدنا اياه. الشغلة الثانية بدنا نقولها كمان هي انه نحن هون ما عم نشتغل للانفينيتي، عم نشتغل مثلا نحكي بالفاينايت تايم. فاينايت تايم عم نشتغل، يعني عندنا تي زيرو هي افق معين بدنا نتحكم بالخلال قبل التي زيرو، قبل التي اف عفوا. فبدنا نحدد الفاينل ستيت. طيب البروبلم سولوشن فاذا بيزد على الدايناميك بروجرامينج اللي حكيناه، على الكونسبت اللي حكيناه بالسلايد اللي قبل. فاذا اذا انا اعتبرت هيدي هي الكوست فانكشن بدي اعمل مينيميزيشن لهيدا الكرايتيريا بيزد على كل الفاليوز دليو اللي انا فيه اعطيهم. اوكي فاذا انا ببلش من الفاينل ستيت وبرجع ارجو مثل ما حكينا، ببلش باخر ستيت وباخر يعني بالترمينال كوست، وبرجع بعدين بزيد اخر تيرم بعمل مينيميزيشن عليه، برجع ستيب اللي بعدها بعمل مينيميزيشن اتسترا بالطريقه اللي حكيناها قبل شوي نفس الكونسبت. فاذا الفاينل كوست اللي بنطلق منه هو هيدا. اوكي والجواب اللي بدنا نقوله انه فينا نبرهن انه we can show that there exists a matrix P بتساوي P transpose، يعني symmetric made symmetric semi definite positive matrix، وفي عنا a certain gain matrix KK. اوكي يعني gain matrix بس ممكن تكون depends على K، ما ضروري تكون constant مثل ما حكينا بالproblem اللي قبل، يعني ما كانت constant بشكل انه ال J star of K يعني ال optimal cost function هي عبارة عن هيدي الكوست فانكشن، هيدي الاوبتيمال بتكون، ويو كي بتكون هي ماينس كي اكس كي. اوكي فاذا فينا نبرهن انه في عنا كوست فانكشن، هيدي الكوست فانكشن في عنا هيدي الماتريكس هيدي بشكل بكل لحظة الكوست بيكون بيساوي هيك واليو بتكون بتساوي بهيدا الشكل. فاذا هيدي هي مثل جنراليزيشن لهيدا اللي برهناه هون. يعني هون اذا بتلاحظوا انتو كيف طلع معنا الفاليوز، طلع معنا الكنترول هون هو عنده U of K بيساوي minus K K X K، لأنه هون أول مرة ال K كان minus 1 over 4 minus 1 over 3 minus 1 over 2، وهون كمان طلع معنا أنه ال J K هي الستار هو ال cost اللي طلع معنا ال partial cost بكل instant، طلع معنا هو بيساوي شيء يعني فينا نعتبره هو X transpose P X to X. فعنده هيدا الفورم. هلا هون مرة هون بما انه سكالر ال P مرة كانت 1 over 4 1 over 3 1 over 2، بس هيدا هي الكونس. فإذا هيدا هي generalization للبروبلم اللي حكيناه قبل. اوكي طيب الثيرم شو بيقول؟ يعني في بدنا نبرهنا انه السولوشن لهيدا الفاينايت تايم هورايزن ال كيو كنترول ريجوليتر بالديسكريت تايم هو انه الاول شيء الكنترول بيساوي ماينس كي كي اكس كي، بشكل انه الجين كي بيساوي له علاقه بكل هول الماتريكس جي كي بي كي بلس 1 جي كي ار كي اتسترا. يعني اول ستيب بنطلع الكي ولو انه فيها البي هلا بنشوف كيف بنحكيها، بعدين الستيب اللي بعدها بنطلع البي. اوكي والبي عندها هيدي الفورم اللي هي العلاقه بالماتريكس
اف وكي وجي والار والكيو وال بكل وكل هول. والانيشاليزيشن بتبلش بانه البي ان از ايكوال اس على الفاينل ستيت. فاذا بنرجع رجوع بنبلش من اخر ستيب وبنرجع رجوع. فاذا بنلاحظ انه السولوشن هي از اي لينير كنترول اوف ذا ستيت، يعني ماينس كي اكس هي لينير كنترول اوف ذا ستيت، والجين منه كونستنت ان جنرال. حتى اذا السيستم كان انفاريانت منه 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 ما بيكون الكنترول هو كونستنت. هلا بنحكي امتى بيكون الكنترول كونستنت، باخر بارت بنحكي عنها بس مش هون. بيكون بالانف يعني اذا بدكم بيكون بالانفينيت تايم هورايزن بيكون الكي كونستنت، بس اذا كنا عم نحكي بفاينايت تايم هورايزن الكي منا كونستنت ان جنرال. هلا ممكن بحالات معينه تطلع كونستنت بس انه حسب البروبلم. طيب فاذا بيطلع معنا هيدا هو البروبلم. فاذا بكون طلعت الجين والكيو بتساوي هيك فطلعت الكنترول عمليا. فهيدا اللي بدنا نقوله. ولا اكيد السيستم مثل ما حكينا الاف والجي هن هول الماتريس. نحن يمكن كنا بالسيس بالبارت اللي قبل سميهم اي دي وبي دي، اوكي ما في مشكله، بس هون يعني سميهم اف وجي بدنا ازمه، بس هذا هو الكونسبت اللي بدنا نقوله نحن. طيب خلينا ناخذ اكزامبل. فاذا او اكزامبل بيقول فايند ذا اوبتيمال كنترول لو فور ذا سيستم جيفن ان ذا دايناميك بروجرامينج سيكشن، يعني اللي عملناه بالسكشن اللي قبل باخر بارت من السكشن اللي قبل عملناه هو بكم اخر كم سلايد. رجعوا لهم اذا بدكم تراجعون لتاكدوا منهم. فاذا بدنا اللي عملناه بدنا نبرهن انه نشوف نطلع على المره الاوبتيمال كنترول لو باستخدام ال كيو ار كنترول. ال كيو ار كنترول يعني لينير كوادراتيك ريجوليتر، هيك الار فور ريجوليتر بيستعملوه ال كيو ار. هيدا بالماتلاب في كوماند ال كيو ار اتسترا. طيب فاذا اكس كي بلس 1 هي اكس كي بلس يو كي بالسيستم، والكوست فانكشن هي يو 0 سكوير بلس يو 1 سكوير بلس يو 2 سكوير بلس اكس اوف 3 سكوير. إذا بدنا نعمل ايدنتيفيكيشن للماتريكس اف وجي وكيو وار واس اللي عندنا اياهم، فاذا الاف هون هي 1 الجي هي 1، هيدي عباره عن سم للاكس ترانسبوز كذا، ما في بقلبها شيء لا اكس 1 سكوير ولا اكس 2 سكوير ولا اكس 3 سكوير. يعني الكيو ماتريكس هي 0، الار ماتريكس هي 1 لانه عندنا هون سم لليو ترانسبوز يعني ار يو اوكي يو كي، ومثل ما بتلاحظوا انه كلهم يو سكوير يو سكوير يو سكوير يعني 1 لار كي اوكي بكل بساطه. والاس كي هي 1 كمان لانه اكس 3 سكوير. فاذا هي طلعنا هول الماتريسز، طلعنا كل الماتريسز. هلا فينا نطبق صرنا الفورمولا اللي عندنا اياها. اكيد الفورمولا مش بتحفظوها، بنعطيكم اياها بالفورمولا شيت. فمنطبق الفورمولا. فاذا بنبلش بالاخر بارت. فاذا عندنا الكيو الكي at the instant k، الجين على ال instant k هو بيساوي، يعني بما انه هون عم نشتغل بسكيلر يعني to the power minus 1 يعني عم نقسم عليها اوكي. مثل ما بتلاحظوا هون ال f1 ال j1 اوكي، ف هولي 1 1 ما في شيء، ال r of k هي 1، ال f of k هي 1، ال j of k هي 1 اوكي. فاذا العمليه هي بتلاحظوا انه هاي بتطلع pk plus 1 pk plus 1 plus 1 بكل بساطه. اللي تحت عندنا الكيو هي 0 بتطير، وهون كل التيرمز الار هي 1 الاف هي 1 هيدي هي 1 هلا هون 1 ماينس كي بتصير اتسترا. فبتلاحظوا انه فيها نكتبهم بهيدا الفورم، فيها نكتب الكي كي هي بهيدا الفورم، هي بي كي بلس 1 1 بلس بي كي بلس 1، والبي كي هي 1 ماينس كي سكوير بي كي بلس 1 بلس كي سكوير. ومنبلش من البي ان از ايكوال اس از ايكوال تو 1. فهيدا الانيشاليزيشن اللي عنا اياها، وعلى اساسها نبلش نحدد الكي وبعدين البي اوكي الكي بعدين البي. فاذا مع الكي ايكوال 3 لهون ما في عنا شيء لانه نحن ما عنا البي لانه اخر فاليو هي بي 3 الان. فهيدي هي الانيشاليزيشن تاعيتنا. بنرجع ستيب بنمشي هون بنطلع الكي 2. فاذا الكي 2 هي بي 3 على 1 بلس بي 3 يعني 1 على 1 بلس 1 يعني 1 اوفر 2. ال P2 بعدين بنطلع ال P2 هي بتطلع 1 over 2. بناخد ال value لل P2 بنطلع منها ال K1 فبنحط بقيمتها half على 1 plus half بتطلع 1 over 3. منها بنطلع ال P1 حسب هول الايكويشنز، بنرجع بنطلع ال K0 ومنها بنطلع ال P0. فبيطلع معنا هول هن ال K1 K2 K1 K0 وهول هن بيطلعوا معنا P1 P2 P3 P4.
إذا بنرجع بنقارن مع آخر سلايد بالبارت الماضية بتلاحظوا إنه الكنترول كان ماينس 1 أوفر 4، يعني الكي كان 1 أوفر 4، 1 أوفر 3، 1 أوفر 2 من 0 1 2. إذا رجعنا 2 1 1 أوفر إتسترا بيطلع نفس الكونسيبت، لاحظوا هول الجينز 1 أوفر 3، 1 أوفر 4، 1 أوفر 2. فعمليا نفس الأجوبة طلعوا اكزاكتلي. فهيدي بس تو بروف اللي حكيناه. أوكي بس هيدي the same results as in the previous example in dynamic programming. طيب هذا اللي بدنا نحكيه. هيك بنكون خلصنا ال linear quadratic control in discrete time. بالبارت اللي بعدها حنحكي عن linear quadratic control بالcontinuous time. بالdiscrete time كانت سهلة لأنه عم نشتغل ب recursive equation، هلا بالcontinuous time نشوف شو بدنا نساوي.